في ثاني أيام العيد أكيد جميعنا سمعنا بالحادث المؤسف للمعتمرين الأردنيين اللي يعني الله يرحمهم يا رب، يعني نحكي 6 من المعتمرين توفوا على طريق العقبة وإصابة آخرين بإصابات يعني بعضها متوسطة وبعضها عالية، يعني الإصابة إن شاء الله يا رب الله يرحم اللي توفوا ويصبر أهاليهم وأيضا يشافي ويعافي المصابين ويرجعوا لأهاليهم سالمين وغانمين. يعني بعض الجهات الحكومية ألقت المسؤولية على عاتق شركات السياحة والسفر وبالأخص مكاتب الحج والعمرة. صحيح. وبناء على ذلك موجود معنا اليوم بالاستوديو السيد كمال أبو ذياب، وهو أمين سر جمعية وكلاء السياحة والسفر وأيضا الناطق الإعلامي باسم مكاتب الحج والعمرة، للحديث معه حول هاي الحادثة وغيرها من الحوادث الخاصة بمكاتب السياحة والسفر وبالأخص عن حادثة المعتمر. لهيك احنا وحضراتكم نرحب بالأستاذ كمال. أستاذ كمال أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك أستاذ كمال. يعني بداية كل عام وأنت بخير. كل عام وأنت بخير. يعطيكم العافية ودائما أكيد جهودكم يعني مشكورة، ويعني منشوف على أرض الواقع قديش مكاتب أيضا السياحة والسفر والحج والعمرة بيكونوا بتعبوا خصوصا في هاي المواسم. نعم. يعني مواسم رمضان وأيضا جاي إن شاء الله موسم الحج. كان في لوم على شركات السياحة والمكاتب خاصة للحج والعمرة واللوم كان كبير، وأيضا يعني شبه كل المسؤولية يعني تم إلقائها على الشركات. نعم. لكن هلا يبقى السؤال، هل هي مسؤولية فقط الشركات أم هناك قطاعات أخرى مشتركة مثل قطاع النقل، الأشغال، يعني كافة قطاعات الأوقاف، سير البلديات، برأيك؟ نعم. بداية أشكر لقناتكم الكريمة تبني هذه القضية الهامة. نعم. تم كل مواطن أردني طبعا. أيضا نبارك للشعب الأردني بعيد الأضحى العيد الفطر السعيد. نعم. بداية قبل ما ندخل في المسببات، في جانب إنساني للحادث أكيد. في أرواح بريئة تذهب. نعم. صح. هذا مواطن أردني كريم عزيز، لابد أن نسعى جميعا أن نتخذ بالأسباب لنحفظ الروح. نعم. هذا جانب حقيقة لا نتهرب منه. نعم. والجميع لابد أن يتحمل مسؤولياته. أكيد. لا فرق بين مواطن أردني رايح على الزرقاء أو على عمان أو على العقبة أو على إربد أو مسافر للعمرة. صحيح. لابد أن تكون منظومة النقل شاملة كاملة، تحمل وسائل الأمان المناسبة، وتكون حافلات حديثة حتى هذا المواطن الأردني يحفظ حقه. نعم. بداية الجانب الإنساني في هذا الحادث، نحن نعزي أهل المتوفين أكيد. وندعو لهم للمصابين بالشفاء آمين. ولكن مع كل حادث بتخرج، نتحدث إعلاميا ويلقي كل واحد السبب على الآخر. نعم. ثم ننسى ننسى حتى نصطدم بحادث آخر. صحيح. إحنا بداية العام صار معنا حادث لأخوة كرام من فلسطين. نعم. في حافلة حديثة 2013 صحيح على الطريق بطن الغول طريق. نعم. السفر. نعم. وحدث معنا حادث قبل شهرين قبل رمضان في تبوك. صحيح. واصطدمنا بالحادث وفجعنا في حادث السير اللي صار ثاني أيام العيد. نعم. في منطقة الخرزة. نعم. إذن في مسببات لهذه الحوادث، في عوامل تتعلق بالطريق، تتعلق بالحالة الجوية، تتعلق بكفاءة الحافلة وحفظها لوسائل الأمان، وأيضا تتعلق بالجانب البشري اللي هو سواء كان خطأ سائق أو سرعة أو أنه كان غافي كان نايم. هذه الجوانب 4 جوانب إحنا بنتحدث كم تتحمل هذه المسؤولية. صحيح. بداية أنا بقول إحنا ما مرات في ناس بتزج بأنفسها بتدخل حالها في شيء لا يخصها، متاهة في متاهة. احنا كشركات حج عمرة ووزارة الأوقاف بننفذ برامج وفي رقابة وبنشتغل بطريقة نحجز فندق من حق التأشيرة كذا، في وزارة نقل، في هيئة تنظيم نقل. نعم. في عندنا شركات نقل وفي عندنا وزارة أشغال بالطرق. هذه كل الجهات بدها تتكامل وتتعاون. نعم. حتى نحقق سلامة المواطن. سلامة المواطن. إحنا كل يوم قاعد بيصير عندنا حوادث. نحن لا طبعا نحن نؤمن بالقضاء والقدر أولا وآخرا. نعم.
والموت حق على كل مسلم. صحيح. ولكن يجب أن نتخذ بالأسباب جميعا. صحيح. ونحققها ونأخذ فيها، وبعدين إذا صار حادث نقول قضاء الله وقدر. قدر الله. امبارح في إربد في شارع البتراء حادث أليم. يومي الحوادث يومي. في الأغوار باص سياحي في جالية هندية. نعم. شارع المطار امبارح. في نفس يوم الحادث كان في حادث في منطقة الكرك، باص جاي من العمرة ثاني، ولكن قدر الله وسلم. قبل أسبوعين باصات حديثة بين المدينة ومكة لجالية مغربية ومصرية صارت حوادث. هذه الحوادث تحدث. نعم. لا نستطيع أن نمنعها، ولكن نريد أن نقلل منها. نعم. صحيح. إحنا حقيقة للأسف مش كشركات حج وعمرة، مش قضية أنه نتخلى من المسؤولية. إذا علينا مسؤولية، نحن هنا عبر قناتكم أقول لا ندافع عن خطأ. نعم. إذا كان في واحد مخطئ ومتسبب يجب أن يحاسب. نعم. ولكن إحنا لا نملك حافلات. أنا بستأجر حافلة. أنا مش مسؤوليتي بعض الأمور الفنية، أنا بستأجر من شركات نقل. نعم. شركات النقل تشرف عليها هيئة تنظيم نقل، تشرف عليها هون وزارة هون النقل. هون الحبكة يعني. هون الحبكة. نعم هون الحبكة. حقيقة في عنا إحنا مفاجآت في الأردن. إحنا منظومة النقل في الأردن لا تليق في دولة حديثة مثل الأردن. نحن لا نملك حافلات كافية لنقل الركاب المعتبرين. منظومة النقل العام مع كافة شركات النقل الموجودة كلها، وممكن المتوفر كمان يعني. إحنا إذا سمحتي لي أنا بحكي بالأرقام. نعم. أنا في عندي فقط الذي يصلح لنقل الحجاج والمعتمرين والسياح عندي اللي حسب الشروط والعمر الزمني 10 سنوات عندي 367 حافلة في الأردن. نعم. هاي لكل النقليات. لكن يعني لكل العمرة والحاجة. هذا تقرير من هيئة تنظيم النقل. مش كانوا 5 سنين ولا صاروا 10 سنوات؟ لا، احنا الاتفاقية بيننا وبين المملكة العربية مع السعودية. المكاتب. احنا ما في مكاتب. المملكة العربية السعودية ما بتسمح الا بدخول حسب القانون في اتفاقية بينها وبين الاردن 10 سنوات. 10 سنوات. وقطاع النقل الاردني؟ قطاع النقل داخل البلد 20 سنة. احنا الان ممنوع حافلة تسافر على العمرة عمرها التشغيلي أكثر من 10 سنوات. أنا. أوكي. الآن إحنا بداية عام 2017 بداية السنة خرج من الخدمة عندنا 132 حافلة موديل 2007. هذول يشتغلوا جوا البلد ما بيسافر. إحنا في عندنا من موديل 2008 إلى 2009 حافلات ستخرج خلال بداية السنة القادمة كذا 172 حافلة. بالأرقام راح تنقص يعني تطلع من الخدمة. أنا من موديل 2011 ل 2017 عندي 195 حافلة. هذه 195 حافلة أو 300 حافلة عفوا في أي دولة خارج بالسعودية ولا بمصر ولا بتركيا شركة نقل واحدة بتملكهن. هذول خلينا نيجي نحكي، إحنا خلينا نعرف المشكلة صح. أنا ما في عندي نقص بالحافلات، ما في عندنا حافلات. بعدين ندخل بمستوياتها ومواصفاتها. هذه 300 حافلة خلينا على مستوى الأردن بتخدم مين؟ في عنا سياح بيجوا من برا. نعم. سياحة وافدة. نعم. حقه أنه تتوفر له وسيلة نقل صالحة ولائقة. نعم. في عندنا سياحة داخلية. نعم صحيح. ممنوع بالسياحة الداخلية المواطن الأردني مش درجة ثانية. نعم. السياحة الداخلية لازم تطلع له حافلة سياحية أو تأجير إنها تنقله. صحيح. في عندنا حجاج ومعتمرين الأردن. في عندنا حجاج ومعتمرين عرب مسلمي عرب 48. إحنا بنخدم كذا حجاج ومعتمرين الضفة الغربية. نعم. بنخدم إحنا نقل للجسور والمنافذ بعض الشركات. في بعض الشركات السياحية عندنا لها امتيازات زي شركة جت بتنقل بين إربد وعمان وبين وإربد والزرقاء والعقبة. طب هاي محسوبة عندي ضمن الإحصائية. هاي ضمن الإحصائية. في عندي مصانع ومؤسسات صارت تجد الجدول الاقتصادي وتستأجر حافلة ما تتملكش حافلة. في عندي ضيوف الأردن ومؤتمرات، لما صار عندنا مؤتمر القمة العربية إحنا عجزنا جبنا باصات من السعودية لأنه كان في محجوز فوق 200-300 حافلة. نعم. لخدمة ضيوف الأردن. نعم. إذن هذه أنا اللي بدي أقولها، 300 حافلة
هل تستطيع خدمة هذه الكفاءة؟ هذا أنا على الأقل حتى أكون في الأردن في عندي اكتفاء ذاتي بدي مش أقل من 800 حافلة موجودة. يعني أنت أستاذ كمال أنت برأيك يعني أحد الحلول هو زيادة عدد الحافلات. نعم. طب إحنا الحافلات اللي صار فيها الحوادث أنت زي ما تفضلت أنت أنه السنة هاي صار عندنا قبل شهرين حادث وعندنا ثلاث حوادث نعم. تقريبا هل الباصات اللي كانت تصير فيها الحوادث نتيجة نقص في الحافلات أو صيانتها أو الطرق أو يعني شو يعني شو الحل برأيك يعني نوصل لمرحلة يعني سلامة المواطن؟ يعني ممكن مواطن هاي الأرقام مثلا ما يعني ما تشده نعم. كمسؤول يعني كمحاسبة مسؤول فهمت علي كيف؟ يعني ممكن هاي الأرقام كمواطن أنا بسمعها شو ذنبي أنا كمواطن؟ أعطوني الحل. يعني أنا بدي أطلع مثلا العمرة صار الواحد يخاف يحجز على العمرة صار الواحد نعم. يخاف يحجز على الحج نعم. لأنه يعني بده يعرف الخلل وين، هل هي بعمر الحافلة أو بصيانة الطرق أو مثلا من السائق أو من المكاتب. العامل الرئيسي في الحادث الأول والثالث الجزء الأكبر هو الطريق. نعم. يعني إحنا دائرة السير وزارة الأشغال عندها معلومات وإحصائيات، الطريق الصحراوي دائما هو طريق موت. نعم. اسمه هيك هو اسمه طريق الموت. من كثر ما عندنا كانت طريقة الطريق الحديثة المنفذ الحديثة صار عملية إصلاحات، صار في منحة من المملكة العربية السعودية ضبطوا الطريق لسه بيكملوا ترقيعات. عندنا طريق المدورة طريق دولي بيمر منه غير صالح. نعم. الطريق صحيح 100%. طبعا ممكن يكون في خطأ شو اسمه سائق ما عندنا مشكله ببين معكم ببين دائرة السير هي بتحدد سبب طبعاً. الحادث صح ولا لا؟ طب اذا بنحكي عن الحادث ثاني يوم العيد بالاخير نعم. شو كانت الاسباب اضافه الى الطريق؟ يعني شو كانت اللي هي التصنيفات او شروحات الحادث؟ والله احنا تقرير المنطقه هي منطقه خطره. نعم احنا عم نحكي عن طفير الغور خطرة. هذه المنطقه معروف عنها خطره وانا يعني حقيقه لم احنا لازم قبل لا انا سمعت انه بيقولوا في لوحات ارشاديه ممنوع نزول الحافلات، تاكدنا غير صحيح ما في. نعم ما في لوحات. انا برايي انه هذه المنطقه ممنوع تنزل فيها الحافلات والشاحنات الكبيره حتى السيارات اللي بتكون يعني انا سالت شركه توتال المناصير كذا عندها كازيات بتنزل شاحنات كبيره محمله طريق غير صالحه مين نعم. بيقدر يحكم عليها مش انا صحيح. وزاره الاشغال دائره السير هذا الحادث اللي صار طبعا احنا كما علمنا من نعم. زميلنا كذا انه كان المخطط انه يروحوا طريق ثاني طريق الكرك اطول نعم تيجي اطول يعني اطول ربع ساعه سبحان الله الركاب مستعجلين مشتاقين لاهليهم بدهم يستقبلوهم بالتهنئه جايين العمره اصروا على السائق كما علمنا طبعا احنا هذا بده يصير في تحقيقات انه راح غصبا عنه في الطريق هاي استسهلوا طبعا باص في 46 راكب محمل امتعه في ثقل يعني بالاخير في ثقل بنزل على المنعطفات صار عمليه ايش؟ ازاحه البريك بلط معاه والحمد لله انه جاء على جنبه ما كملش الطريق في الوادي ولا كانت الكارثه كان. اكبر تحكي عن عمق 200 متر يعني يعني حقيقه هذه مشكله طبعا احنا من يتحمل السبب يتحمل السبب الحافله الاصل في عليها فحص موجود وسافرت ليس كما تم ذكره من بعض المصادر انه تم تبديل الحافله سافر معاهم والسائق بات معاهم طول الرحله وراجع معاهم وبنفس المنطقة حقيقة كان في 5 حافلات نعم وصل 4 نعم وواحدة صارت معنا حادثة والأربعة كانوا سالكين نفس الطريق؟ في ناس أنا سألت صاحب الشركة في ناس باص كأنه سلك نفس الطريق ما صار حادث وفي 3 طلعوا الطريق الآمنة الكذا إحنا كنا نتمنى أنه المسار هذا لا يغير نعم السائق لا يعني لا يستجيب لضغوطات نعم المؤتمرين الأصل هذا الأمر ما يحدث نعم. أنا بالأخير بطول المسافة لو بمشي 50 كيلو ولا ساعتين زمان أفضل ما أني أنا أعرض حياة المواطنين للخطر. يعني أنت زي ما تفضلت أنه يعني الطرق الطريق هو أحد أسباب نعم بس بدنا نعطي يعني مداخلة لكل عم يحضرونا أنه أي حدا عنده مداخلة أو حاب يحكي بخصوص هذا الموضوع هلا رح تظهر أرقام برنامجنا على الشاشة زي ما عم تشوفوها هلا لهيك أي حدا بحب أنه يعطي مداخلة بخصوص موضوع حادثة المعتمرين يتصل على الأرقام اللي ظاهرة عندكم الآن تحت على الشريط السفلي لحتى
يبدي برأيه، وأيضا إذا عنده أي سؤال للأستاذ كمال هو يعني أيضا مستعد للإجابة وللنقاش مع أي حدا بحب إنه يحكي بهذا الموضوع. يعني أستاذ كمال، يعني بعد قليل رح يكون معنا مداخلة، لكن بدنا نحكي عن المسار وتحديد المسار، لكن مع السيدة عبلة، مع السيدة عبلة وشاح، وهي أيضا يعني ناطق الإعلامي باسم هيئة قطاع النقل وتنظيم النقل. سيدة عبلة، يسعد أوقاتك. صباح الخير، يعطيكم العافية وكل عام. صباح الخير. صباح الخير. ألو. خير. يا هلا فيكي، صباح نور سيدة عبلة، يعطيك العافية. يعطيكم العافية، كل عام وأنتم بألف خير. وأنتي بألف خير دكتورة، يا هلا فيكي. دكتورة، إحنا موجود معنا بالاستوديو الأستاذ كمال أبو ذياب، ويعني حضرتك تعرفي ناطق الإعلامي باسم مكاتب الحج والعمرة، وأيضا أمين سر جمعية وكالات السفر والسياحة والسفر الأردنية. كنا نتناقش إحنا والأستاذ كمال حول حادثة المعتمرين اللي حصلت للأسف يوم الاثنين وأودت بحياة 6 أشخاص من المعتمرين، الله يرحمهم يا رب، وأيضا العديد من الإصابات. كنا عم نحكي عن يعني بعض يعني ما تداولته بعض الجهات الحكومية، نحكي حول تحميل أو إلقاء كامل المسؤولية على المكاتب وشركات السياحة. إذا بدنا نحكي عن هذا اللوم بالذات، أو بدنا نحكي عن هذا الجهة من حادثة المعتمرين، طبعا للأسف هي مش أول حادثة ونأمل بأن تكون بالزبط. آخر حادثة، لكن يعني في ظل الوضع الراهن التوقعات قليلة بأنها تكون آخر حادثة، لكن يا رب أنها تكون آخر حادثة. لكن يعني سيدة عبلة، إذا نحكي عن قطاع النقل بشكل عام وعن الفحص الفني الذي يجري على الحافلات، إذا نحكي بتفصيل الفحص الفني، لأنه الآن صار التخوف جدا عالي بخصوص قطاع النقل، إضافة أكيد إلى الخوف من المكاتب طبعا، لأنه هو يعني عم نحكي عن قطاع النقل، عم نحكي عن الأشغال، عم نحكي عن السير، البلديات، الطرق كاملة، والمكاتب هي أيضا منظومة متكاملة بخصوص موضوع السياحة سفر، وخاصة موضوع العمرة. فبدنا توضيح من حضرتك حول الفحص الفني وخصوصا على ما جرى في الآونة الأخيرة. يعني سيدتي صباح الخير بداية. صباح النور، يا هلا فيك. ارحم على من توفى في الحادث الأخير الذي حصل في المنطقة ما بين محطة قفيلة وغور الصافي. نعم. ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين. يا رب. يعني ما حصل من هذا الحادث، ونحن هنا نتحدث عن حادث مروري. نتحدث عن حافلة لأحدى وسائط النقل، وهي كانت تقل مجموعة من المعتمرين. سيدتي، يعني فيما يتعلق بموضوع نقل العمرة ونقل المعتمرين والحجاج، نعم، الهيئة صريحة وواضحة فيما يتعلق بهذا الموضوع من خلال سياساتها وتشريعاتها، نعم، بأنها تعتمد على عدد من الأنماط في النقل، تعتمد على نمط النقل الدولي والسياحي، وأيضا هناك شركات تأجير خاصة بنقل الحجاج والمعتمرين. و يعني من يلقي اللوم على مكاتب الحج والعمرة، يعني اسمحي لي سيدتي بأنه كان هنالك عدة تصريحات لمعالي وزير النقل المهندس جميل مجاهد حول هذا الموضوع، وكان التصريح صريح وشفاف فيما يتعلق بالمسؤولية على من سقى، فكان يعني معالي ذكر بأنه المسؤولية هي مسؤولية وطنية، وهنالك شركاء وطنيين وحكوميين عديدين في هذا الأمر. نحن نتحدث عن هيئة تنظيم النقل البري كمسؤول، نحن نتحدث عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات، نحن نتحدث عن إدارة الإقامة والحدود، نحن نتحدث عن وزارة الأشغال، هنالك وزارة الأوقاف، هنالك يعني لا أستطيع أو لا نستطيع أن نضع هذا الموضوع في لعبة أحد هذه الجهات، إنما يعني هنالك العديد من الجهات المسؤولة عن هذا الموضوع. الهيئة هي تنظيم النقل البري، نعم، مساحة مسؤوليتها ستي تتحدث في المركبة وأيضا في السائق، يعني نعم. نحن عندما نتحدث عن المركبة نتحدث عن إتاحة مركبة لنقل المعتمرين، وأنا تحدثت في البداية عن الأنماط التي تنقل المعتمرين، هذا نعم. واحد. الأمر الآخر، نحن أيضا معنيين في إعطاء تصاريح لهذه الحافلات، نعم، النقل الدولي والسياحي والتأجير من أجل الذهاب إلى العمرة، وأيضا نحن الأمر الأهم، نحن معنيون
مواصفات هذه الحافلة. نعم. يعني طيب يعني مواصفات محددة حتى تقريبا تنقل الركاب معتبرين. يعني نعم. الحافلات التي تنقل الركاب على الخطوط الداخلية في المملكة والرئيسية بالتأكيد تختلف تماما عن النقل لمدة 14-15 ساعة. صحيح. نعم. برا. يعني نحن نتوقع يعني أعلى درجات السلامة، هنالك عدة أنظمة أيضا للسلامة داخل الحافلة. بالنسبة للسائق احنا معنيين بتدريب السائق وتأهيل السائق، ولكن هنالك جهات شريكة أيضا في الموضوع كإدارة السير وإدارة ترخيص سواق المركبات. نعم. يعني صحيح. دكتور عبلة، كنا بنحكي احنا ودكتور كمال انه بانه دور المكاتب هو يعني التنسيق اكثر من كونه التدخل، نحكي في شؤون قطاع النقل. صحيح. كان يعني نحكي يعني قدر الله وما شاء فعل، لكن من احد اهم الاسباب اللي ادت الى تدهور الحافله او يعني هو كان اصرار بعض الركاب على السائق بانه يسلك طريق الطفيله. يعني باعتقادك بما يعني حضرتك ناطق الاعلامي باسم هيئه قطاع النقل، هل هناك مسار محدد للسائقين الحافلات وهم يعني مسار مفروض ويعني غير قابل للنقاش للسائقين لكي يعني يكون مسارهم واضح ولكي ما يتم يعني القاء اللوم، لانه احنا الان مش بصدد انه احنا نحمل جهات لا انت المسؤول انت المسؤول، يعني مثل ما صرح معالي الوزير بانه هاي مسؤوليه وطنيه كامله ومنظومه متكامله يجب انه تعمل كهرم متكامل لاجل حل هاي القضيه يعني اللي اصبحت للاسف يعني متداوله بشكل دائم في شارعنا الاردني. نعم. في الحافله اللي كانت يعني تقل المعتبرين هي مخالفه بكل المقاييس. يعني هذه الحافله تعمل على احد الخطوط، تعمل على خط عمان الزرقاء، هذا واحد. نعم. وهذا الامر مخالف 100% لتعليمات الهيئه. نعم. والهيئه منذ العام 2006 يعني قامت بالبدء بالغاء اي تصريح مؤقت. نعم. اي حافله تعمل على اي خط في المملكه بان تذهب ولتنقل معتمرين. صحيح. يعني حددت عمليه نقل المعتمرين في ثلاثه انماط اللي هو زي ما حكيت لك الدولي والتاجير والسياحي. هذا امر. الامر الاخر منذ العام 2006 ونحن نقوم بتوعيه المواطنين يا اخواننا المواطنين يا اهلنا انه عدم يعني الذهاب بهذه الحافلات او عدم يعني تصديق بعض المكاتب السياحه والسفر التي تقوم باستئجار هذه الحافلات تعمل على خطوط لانها بالتاكيد مخالفه. قمت ايضا بالتعميم على مراكز الاقامه والحدود لجريده الامن العام. نعم. لا يسمح بمرور هذه الحافلات حتى لو كان معها تصريح، وقد يكون هذا التصريح ما لا غير صحيح ان نعم. تمر عبر الحدود لانها غير مؤهله يا اختي الكريمه. طب دكتوره الامر الاخر يعني اذا يعني كان هنالك سماح او طلب من الركاب بسلوك هذه الطريق، انا يعني اريد ان اخبرك بانه الرحله كلها مخالفه منذ البدايه وليس موضوع الطريق. طيب دكتوره يعني كذلك النقل الدولي محدد اخ كمال يمكن يعني موجود تعرف من اين ينطلق واين ينتهي، بالتاكيد هذا يعني يبدو الامر مخالف منذ البدايه. هو دكتوره عبله، هو الاستاذ كمال وضح لنا الصوره بخصوص الطرق كيف ممكن انه يكون في اتفاقيه مع بحدود كيف انه نسلكها، بس سؤالي لك هسه انت بتحكي انه الحافله مخالفه كليا لكل شيء صح؟ يعني الحادث صار في طريق العوده. نعم. للبلد للاردن. ليش تم اصلا اخراجها من الاساس؟ يعني كيف طلعت برا ورجعت؟ يعني لو ما صار الحادث كان ما صار في اي تفتيش على انه هاي الحافله مرخصه او غير مرخصه او غير يعني بتكون يعني التصريح والفحص الفني يعني ايضا كيف بسؤال. طلعت ورجعت وصار الحادث بعدين اكتشفنا انه هاي الحافله غير مؤهله. انا ذكرت منذ البدايه ان العمليه فيها شركاء، الهيئه تقوم ب اذا كان يعني منح التصاريح للانماط المحدده للذهاب الى الامراض، اذا كان هنالك وتعمم على مراكز الاقامه بعدم خروج هذه الحافلات. يعني كما صرح معالي الوزير الامر الان تحت التحقيق. نريد ان نصل الى كيفيه خروج هذه الحافله الى الديار المقدسه. بالتاكيد الامر مخالف ولن ترضى الهيئه عن هذا الامر. انا متاكده تماما بان الهيئه لا تعلم بخروج هذه الحافله واتفاق الركاب المعتمرين لاستخدام هذه الحافلة لأداء مناسك العمر. نعم.
يعني صح بس دكتوره يعني بحسب ما افاد يعني ما افاد المعنيين في الهيئه بانه لم يتم منح اي تصريح لاي حافله تعمل على الحدود، وهذا الامر يعني اخي الكريم منذ العام 2006. يعني انا استغرب كيف خرجت هذه الحافله. يعني اتمنى بانه ان شاء الله الجهود الوطنيه المتكامله بين اخواننا حتى يعني نتاكد من كيفيه ما حصل في هذا الامر المخالف. طب دكتوره دكتوره عبله، هسه انا كمكتب سياحي للحج والعمره بقدم اوراقي الكامله وصفات الحافله لقطاع هيئه النقل، لما اخذ انا تصريحي واطلع فيه على العمره، ليش انا انام اذا صار في مشكله بالحافله بعد هيك؟ ليش ما يكون في تفتيش من البدايه؟ هسه انا كمكتب حج وعمره مش بقدم اوراقي انا وطبيعه الحافله الموجوده لقطاع النقل، يعني بتقوم قطاع النقل بفحص هاي الحافله هل هي مؤهله او غير مؤهله لحمل الركاب المعتمرين او الحجاج للذهاب الى السعوديه ورجوعها، بعدين باخذ التصريح، بعدين بغادر. يعني من يقوم بالفحص الفني وانت اعلم بهذا الامر هي اداره السواقين والمركبات من خلال ترخيص سنوي، من خلال الترخيص السنوي. نعم. ويعني الجاهزيه الفنيه يفترض بانه يعني تم التدقيق عليها من خلال عدد. طيب بتسمحي لي شغله؟ يعني تفضل. الحادث المروري يعني بالبدايه نحن نتحدث عن طريق، نحن نتحدث عن سائق، ونحن نتحدث عن مركبه. وبالتالي لا نستطيع ان نضع كل اللوم على على الطريق. وايضا عفوا على المركبه او على الجهزيه الفنيه. هذا يعني في حاله انه في الامر يعني في الامر السليم 100%، في حاله انه هذه الحافله مخوله لنقل الركاب المعتمرين. الحادث اللي حدث قبل فتره في منطقه تبوك كان خطا سائق بانه يعني وقع الجهاز الخلوي وقام بالتقاطه في هذه اللحظه، يعني انقلبت الحافله وحصل هنالك توفيات. هذا سلوك. ايضا السرعه، يعني الحوادث القاتله سببها السرعه طبعا، يعني وحادث المعتمرين لا عوامل تدخل في الامر. انا يعني ذكرت بساحه صلاحيه الهيئه فيما يتعلق بعمليه نقل المعتمرين، وفيما يتعلق بانه هذه الحافله يعني بما انها تعمل على خط سالي، معالي الوزير يعني صرح بانه سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمه هذا. ان شاء الله. يعني دكتوره عبله، بس يعني رح نترك سؤالنا الاخير لضيفنا الاستاذ كمال لحضرتك. استاذ كمال، اذا عندك اي سؤال لدكتوره عبله. شكرا دكتوره، برحب فيك، وسبق التقينا قبل شهر رمضان في لقاء في هيئتكم المقدره الموقره، وكان الحديث وزاره السياحه حاضره ووزاره الاوقاف حاضره ونحن كجمعيه وكلاء سياحه حاضرين، وكان النقاش انه احنا ما في عندنا حافلات كافيه لتنقل حجاج الاردن هذا الموسم، صح ولا لا؟ وكان بايجاد حلول، وكانت السياحه الوافده، السياحه الداخليه عندنا بتشكي كشركات مكاتب سياحه انه احنا مش قاعدين بنلقى الحافله الكويسه، ولذلك كان في حديث انه كيف بدنا نعالج؟ ولغايه الان في عندنا نقص في موسم الحج للحافلات اللي بعد ان شاء الله 60 70 يوم بدهم يسافروا. ولذلك انا بسال دكتوره، انت بتقولي التصاريح هاي كلها مش موجوده من 2006، بس انا اللي اسحبوا هالتصاريح من هالحافلات النقل، لانه كلها قاعده بتسافر وكله قاعد بيجيب تصريح مختوم من هيئتكم. اذا في مشكله، اذا التصاريح مش صحيحه حقيقه، يعني دققوا في هذا الامر. احنا بالنسبه لنا كمكاتب يعني حج عمره، بس يعني اذا سمحتي لي، ما احنا ما بنيجي، احنا بيجينا مع تصريح مختوم احنا بنقبل، لو معوش تصريح ما بنطلعه. ولعلمك في مواسم الذروه باصات كثير، حتى باصات خطوط لا تملك تصريح بسبب النقص الشديد في الحافلات سافرت. انا معاكي، حافلة غير مؤهلة ما لازم تطلع من الحدود طبعا، ولكن هذه الباصات احنا المواطن سواء داخلي ولا خارجي بالنسبة لنا انه مهم، اذا غير مؤهل داخليا ايضا غير مؤهل خارجيا. ولذلك انا بقول النقاط الفنية، احنا بنقول في فحص فني، وين الفحص الفني؟ ما في فحص فني، بس وقت الترخيص بروح الباص باخذ رخصته السنوية وبشتغل سنة عليها، فقط في موسم الحج. موسم الحج
في شروط بفحص قبل الموسم الحج بشهر، واثناء النقاط الحدوديه بوزاره الاوقاف واحنا بتعاونوا في موضوع انه دائره السير في مدينه الحجاج بفحصوا الباصات. الان هذا الموضوع انا بتمنى انكم تدققوا على التصاريح هاي. طب بدي اسال، لو ما منحنا التصاريح هاي هل طبعا هل الحافلات تكفي؟ نعم. طب ما احنا بنطالبكم يعني بكتب رسميه أكيد. بباصات سعوديه لتعزيز يعني هذا الموسم. هذا السؤال صحيح. يعني هذا السؤال دكتوره عبله، يعني ويعني عشان يعني يعني هيك نخفف الموضوع ووطئه الموضوع، اذا بدنا نحكي يعني ما يقودنا للتساؤلات استاذ كمال، بانه يقودنا لسؤال واحد هو ما واقع الاستثمار في قطاع النقل في ظل الوضع الرامي وفي ظل العديد من التصاريح اللي قد تكون لعدد من الحافلات اللي خارج، يعني نحكي عن العمر التشغيلي او نحكي زي ما تفضل في وقت الازمات الكثير ممكن كثير باصات تطلع بدون تصريح بس مشان تمشي، لانه في عنا عدد هائل وكم هائل من الاشخاص اللي يعني بدهم يروحوا يادوا فريضه الحج والعمره ايضا. اذا عم نتحدث او نتساءل عن واقع الاستثمار في قطاع النقل دكتوره عبله. يعني اسمحي لي انا يمكن حكيت للاستاذ طلال اني انا يعني بسوق الى العمل، يعني تقريبا سمعتك اخ كمان فيما يتعلق بملاحظتك، وهي ملاحظتك ليست بملاحظه جديده، واعتقد تم تقديم هذا الطرح للهيئه. اعتقد الهيئه وراسمي السياسات النقل ايضا سياخذ هذا الامر بالاعتبار. كناطق اعلامي استطيع ان اجيبك بانه هذا الامر تم تداوله، معالي الوزير صرح بانه سيكون هنالك اليه وجديده للتعامل مع ملف نقل المعتمرين ان كان هنالك رؤيه للهيئه بما تفضلت به. بالتاكيد سيتم تفعيل هذه الرؤيه وتطبيقها على ارض الواقع ان كانت تخدم مصلحة النقل الدولي للمصر. شكرا لك دكتورة عبلة وبنشكر مداخلتك معنا لليوم، وأنا أسف يعني إذا أطلنا الوقت. شكرا لك وكل عام وأنت بألف ألف خير. شكرا لك دكتورة. يعني سين التسويف هي دائما رفيقتنا في كافة المواضيع نحكي العامة والخاصة بأرواح المواطنين. إحنا الإنسان أغلى ما نملك، وهذا ما يعني يجب أن نعمل لأجله، وعم نتحدث عن أرواح المواطنين. الله يا رب هيك يرحمهم ويعني يصبر أهاليهم ويشافي المصابين، ويا رب انه ما نرجع نسمع عن هذه الحوادث. انا سالت سؤال للدكتوره عبله لكن ما كان في اجابه، هو حول واقع الاستثمار في قطاع النقل، تجنبت الاجابه لاعلم ليش، بجوز ضيق الوقت او ما سمعتني كويس، انه كان في شوي ضعف في نهايه الاتصال. لكن يعني بدي اتناقش انا وياك استاذ كمال حول واقع قطاع النقل والاستثمار في قطاع النقل في الاردن. يعني هذا سؤال مهم، هو صلب الموضوع. احنا مشكلتنا معالي وزير النقل الجديد قال بدنا نشكل لجان بحثية وتحقيقية. أنا بقول إذا اللجان كانت فقط للخروج بأمور شكلية حتى نتفادى المسؤولية في الحادث ما في نتيجة. صحيح. إحنا كل لجان إذا بدك تفشل شغلة سوي لجنة. نعم. إحنا بدنا نتيجة. النتيجة صفر. اجتماعات وتحقيقات. يعني لا قدر الله صار حادث ثاني رح نيجي نحكي نفس الكلام. نعم. العدد الحافلات طبعا فعلا انا لو ما في عجز ما اخذ تصريح هذا السائق خط الزرقاء عمان. صحيح. لانه في عجز اعطوا الهيئه تصريح، الان التصريح صحيح مش صحيح بتحملوا مسؤوليته، صح ولا لا؟ عم نحكي عن موضوع في مسؤوليه، هاي بتصير في عمليه ايش؟ تزوير، احنا ما بنتهم ولا نستطيع انه نحكي هذا الكلام. لا. موضوع النقل في لابد أن يكون هناك الاستثمار في قطاع النقل غير مجدي. نعم. الناس بتهرب منه. أختي الكريمة الحافلة بتكلف شركة النقل من 200 ألف لربع مليون. نعم مكلفة أكيد. إذا بده يشتغل فيها كطاقة تشغيلية حقيقية خمس سنوات بيجيبش تكلفتها، وعشر سنوات بيجيبش تكلفتها. أصبح الشركات النقل غير محدثة. نعم. يعني شركة نقل باعت تقريبا أكثر من 50 حافلة خارج الموديل قبل أشهر، اشتراها شخص ثاني زميل وشغلها داخل الأردن وخارج الأردن. وبعدها بتطلع. ولذلك قضية فعلا سؤال أستاذنا الكريم كيف طلعت من الحدود؟ مين اللي سمح لها؟ ليش ما تكون في نقطة حدود المدورة والكذا؟ فعلا لجنة مختصرة فنية من دائرة السير وكذا بشيك على التصريح على الموديل على الإطارات.
بجوز تكون معاها ترخيص بس الإطارات باسحة ما بسمح له يطلع زي ما بتسوي كذا. صحيح. الآن إحنا الأنظمة والقوانين معيقة في كل دول العالم، في مصر، في تركيا، في لبنان، في كذا، مسموح لوكيل للسياحة، إحنا كشركات حج وعمرة وسياحة وسفر، إحنا بدنا نخدم حجاجنا، نخدم سياحنا. يا أخي كان في قانون في مجلس النواب ونتناقش، يا أخي اسمح لي إني أتملك، أنا بقدرش أتملك نعم. على حجمي بقدرش أتملك 20 أو 50 حافلة، أنا بقدر أتملك حافلة نعم. بس إذا أقساطها حافلتين. الآن لو أخذوا قرار جريء نعم. في السماح لمكاتب سياحة، عندنا 700 مكتب نعم. لو 150 منهم فقط جابوا حافلتين دخل على القطاع 300 حافلة، مع ال 300 هذول صار في نوع من الاكتفاء الذاتي نعم. هذا القرار لأنه في متنفذين بقطاع النقل نعم. في احتكار. أنا يا أخي هاي مصلحة وطن، هاي بدها معالجة على مستوى الوطن. صحيح. ما بدي أنا أغنى ناس. يا أخي العدد 300 حافلة عيب ينحكى فيهم بالأردن نعم. شركة واحدة برا. في إحنا الآن وزارة الأوقاف كنا بنتناقش كيف نعوض النقص. إحنا في عنا مطلوب عرب 48 لهم 67 حافلة السلطة الفلسطينية لهم 125 حافلة من الأردن 200 وإحنا بدنا 186 لحجاج الأردن والعدد الحافلات لا تكفي. وفي عنا حجاج اللي بيطلعوا مكرم من المملكة العربية السعودية 5000 حاج أو 6000 ما لهم مش باصات. في باصات نعم. كيف بدي أجيبهم؟ قالوا لنا جيبوا باصات خطوط، جيبوا باصات من مصر، جيبوا باصات من السعودية. طب السعودية هي بموسم الحج هي بكون في عندها عجز طبعاً. وتستأجر منا. في عنا حجاج روسيين بنزلوا في مطاراتنا وبدهم نقل بري. إحنا نعم. كأردن أصبحنا مركز نعم. مركز. ولذلك لابد أن تكون الحلول على مستوى نعم. أختي لازم يسووا إعفاءات لشركات النقل نعم. في ضرائب، في جمارك. الباص الحافلة بكلف جمرك والمرسيدس 52,000 دينار جمرك. الباص الصيني 26. طب أنا ما إلي مصلح يروح جيب باص صيني نعم. مع أنه الصيني بتصنع حافلة ب 75,000 تصنع ب 150 حسب الطلبات اللي انت بتطلبها. طيب. لذلك ندعو نعم. انه يكون في قرار جريء يطلع رئيس الوزراء يقول يا عمي يا شركات النقل، يا هيئه النقل، يا وزاره النقل، انا بدي خلال 3 أشهر الان خلص موسم العمره بشهر 10 راح يبدا، انا اذا ما بتزيدوا انتوا عندنا 8 شركات نقل سياحي في المملكه نعم. نعم. 2 خارج الخدمه. صحيح. احنا استاذ كمال بس معنا اتصال صحيح. من الصحفي مالك عبيدات، يعني هو ايضا كاتب في جو 24 بدنا ناخذ رايه في هذا الموضوع وراي القلم الحر نحكي فيه الصحافه حول هذا الموضوع. استاذ مالك، استاذ مالك يعني يبدو انه فقدنا الاتصال. نعم كده لا بنرجع بنعاود الاتصال في استاذ كمال. انا بس يعني بحب يعني اقترح شغله. هسه احنا شفنا احنا بالبلدان المتقدمه خلينا نحكي الحافلات الموجوده جوا البلدان يعني جوا البلد الواحد متطوره على مستوى انه في كاميرات داخل الحافله نعم. بترصد تحركات السائق، بترصد تحركات الركاب في حالات زي هيك. انت لما تجهز حافلات يعني للحج والعمرة انت عم تقطع مسافات يعني خلينا نحكي طويل. كثير طويله، بعدين انت يعني الحجاج ممكن يكونوا في منهم ناس كثير اكيد بكون في منهم كبار بالعمر. صحيح. يعني فترات الاستراحه كثير موجوده، فالمسافه بتقعد لها يعني 12 يوم تقريبا بالحافله هي نعم. يعني خلينا نحكي على رحله العمره. ليش ما يكون في عندنا اي حافله طالعه تصريح حج او عمره لها فحص فني خاص؟ يعني انت مثلا الفحص الفني خاصه للناس اللي عندها سيارات بتعرف انه الفحص الفني فعليا للسياره ما بياخذ اكثر من ساعه ساعتين نعم. ثلاث، فهمت علي؟ نعم. فليش ما يكون في هذا الحكي مع وجود الفحص الفني؟ ولازم يكون الفحص الفني. الفحص الفني ترى مش يعني معقد، ممكن بدايه السنه دوري اسويه فحص دوري او على نقطه داخل الحدود. بالاخير انا مش مستعد اغامر بحياه مواطن في حافله غير مهيئه. الآن الحافلات لابد أن تكون حقيقة في مواصفات. الحافلات اللي في الدول الثانية في له منامة للسائق الثاني، إحنا حافلاتنا ما في إلها منامة اختصار لأنها بتكلف. السائق الثاني ضرورة ملحة أصبحت طبعاً للحج والعمرة. نعم. إحنا كشركات حج وعمرة منطالب فيها مسافات. بس إحنا بالنسبة إلنا مش جهة بتعين الحافلات. نعم. وزارة النقل الهيئة تفرض على شركات النقل. أنا بالأخير نعم. بدي حافلة بسائقين معنا. معنا الأستاذ مالك. أستاذ مالك معنا. أستاذ مالك نعم. صباح الخير. صباح النور. صباح النور.
كل عام وانتم بخير استاذ مالك. وانتم بألف خير وصحه وسلام يا رب. يا هلا فيك، صباح النور للجميع ولا جميع المشاهدين. يلا يسعدك استاذ مالك. احنا اليوم موجود معنا بالاستوديو الاستاذ كمال ابو ذياب، هو يعني حضرتك تعرف الناطق الاعلامي باسم مكاتب الحج والعمره، وايضا امين سر جمعيه السياحه والسفر، وكلاء السياحه والسفر الاردنيه. عم تحدث عن حادثه المعتمرين الاخيره اللي كانت في ثاني ايام عيد الفطر. استاذ مالك، يعني كان للدور يعني جو 24 كان لها الدور الابرز يعني في التفاصيل كامله حول هاي الحادثه وحول التخبط نحكي اللي صار بين القاء اللوم على هاي الجهه والقاء اللوم على هاي الجهه، ونسينا يعني القضيه الاساسيه اللي هي القضيه الانسانيه، وعم نحكي عن ارواح ناس وكيف ممكن احنا نحافظ على ارواح الاشخاص اللي بيكونوا هدفهم الذهاب والتعبد يعني لوجه الله تعالى، ويكونوا يعني هدفهم روحاني اكثر من كونه اي شيء اخر. يعني القلم الحر، وحضرتك صحفي بهمنا القلم الحر ورايك الصحفي حول هذا التخبط اللي جرى في يعني خلال هاي الحادثة يعني توابعها بهذا الخصوص. نعم. صباح الخير أختي، صباح الخير للجميع وجميع المشاهدين، صباح الخير أستاذ كمال أبو دياب. سيدتي، يعني من خلال متابعتنا لهذه القضية أصبحنا نرى أن هناك كل جهة تلقي اللوم على الجهة الأخرى، ونسي أن هناك وفيات وهناك جرحى، هناك أخطاء، يعني هناك غياب تشريعات، هناك غياب رقابة، هناك غياب لكل ما هو يمت بصلة لمصلحة المواطن. صحيح. يعني الآن هناك تسريبات كانت في البداية أن الحافلة استبدلت على الحدود، وفي النهاية اكتشفنا أن الحافلة دخلت إلى المملكة العربية السعودية وخرجت منها بطريقة رسمية. هناك شيء آخر في بالنسبة ل يعني جميع الجهات الآن هي مسؤولة، عندنا وزارة الأشغال العامة، عندنا وزارة الأوقاف، عندنا وزارة النقل الممثلة بهيئة تنظيم قطاع النقل، كيف أعطيت هذه الحافلة إذا كان في هناك خلل فيها، خلل ميكانيكي أو خلل فني أو تقني، كيف أعطيت هذا التصريح، وأين الإعلان عن أن هناك سيكون محطات للتفتيش على هذه الحافلات قبل الخروج. هذه القضية الآن اكتشفنا بالنهاية لا يوجد تشريعات ولا يوجد تعليمات تمنع أو تسمح، ولا يوجد وهذه حقائق صادمة طبعا، ولا يوجد هناك حقيقة، والكل انصدم في هذا الموضوع. الكل انصدم، أولا غياب تشريعات، ثانيا مفاجأة بما حدث، ثالثا الارتباك الرسمي الحكومي الرسمي بالتعامل مع هذه القضية وإلقاء اللوم من قبل هذه الجهة على هذه الجهة. 100% يعني استاذ مالك، يعني دائما التركيز على القضيه وكيف يمكن حلها وتجنب حدوثها مره اخرى افضل من دائما القاء اللوم على الجهات الاخرى فقط لتجنب نحكي عن المسؤوليه او تجنب العواقب. شكرا لمداخلتك، وشكرا يعني دوما على جهودك المثمره في تسليط الضوء على القضايا المهمه واللي بتهم الشارع الاردني. يبدو معنا اتصال مع محمد ابو غزاله. نعم، ومن إحدى شركات الحج والعمرة والسياحة. نعم، نعم. أستاذ محمد، صباح الخير. صباح النور. صباح النور. كيفك أستاذ محمد؟ وأنتم بخير. وأنت بألف خير. هلا فيك. أستاذ محمد، يعني حسب اللي إحنا زي ما بنعرف فجعنا ثاني يوم الفجر إنه صار فيه الحادث اللي هو المعتمرين في الطفيلة أثناء عودتهم أداء مناسك العمرة، يعني والكل المجتمع الأردني صار يعني بالأخبار صارت تداول. تعرف يعني المواقع التواصل الاجتماعي كثير بيصير فيها تداول واشاعات، ويعني بطلنا نعرف وين الصح، يعني صار المواطن الاردني يخاف على حاله يطلع باي حافله. وحسب خبرتك يعني السؤال لك، يعني كيف يتم التعامل مع هاي الحافلات عشان تاخذ تصريح؟ يعني عشان مكتب سياحه بدي استاجر حافله، ايش المواصفات اللي لازم تترتب بهاي الحافله من ضمن هيئه النقل تعطيني تصريح عليها؟ اولا المسموح فيه للنقل إما تأجير حافلات سياحية أو نقل سياحي دولي، أو إما تأجير حافلات فقط هذه المخولة بالتوجه إلى الأراضي المقدسة. صح. عكس ذلك يتم أخذ التصاريح من جهات هيئة النقل العام. وهي إما بتكون عن طريق خلال الوسائط والشركات اللي لها يعني نفوذ بتأخذ هذه التصاريح
التصاريح الشهرية أو السنوية أو ما شابه ذلك. بالإضافة إحنا بنعاني من قطاع في النقل، يعني قطاع ميؤوس منه. طيب سواء كان هذا الشركات النقل الدولي أو السياحة وكذا، قدم الحافلات، عدم الصيانة للحافلات، عدم الاهتمام من الجهات المسؤولة في تلك الحافلات نهائيا. نعم. أو متابعة الحافلات على الطرق. نعم. والشغل الأخرى، إحنا نعاني شركات الحج والعمرة كل الأمور التي تتعلق في عملية الحج والعمرة، شاكر. نعم. شركات نقل نعاني منها، شركات التأجير يعني منها. يعني نعتبر بأنه أن الحافلات هي واحدة من أكبر التحديات اللي بتواجه شركات الحج والعمرة أو مكاتب السياحة. نعم نعم نعم، لأنه إحنا أصلا شركات الحج والعمرة نستأجر الحافلات، لا نمتلك حافلات. والأصل إنه شركات الحج والعمرة تمتلك حافلات. حتى إذا بده يجينا أي وزير أو أي جهة، كون إحنا مسؤولون عن حافلاتنا. نعم. وهذا غير متوفر، وطلبنا من سنوات عدة. إحنا نطالب بحافلات لكل شركة معدل حافلتين، حتى نكون ضامنين حسن الأداء لجميع المعتمرين على الأراضي المقدسة. وما هو نتاج المطالب؟ المطالب تبعتنا إن نعيد النظر في الحافلات، نعيد النظر في قضية متابعة الأمور على الطرق. ونعاني أصلا من الطرق الأردنية كاملة، حوادث يومية. نعم. وكلها نعم. حوادث يعني مؤلمة. نعم. قاتلة. يعني احنا نتبرع في أرواح الأردنيين على شوارعنا. نعم للأسف. يعني للأسف الشديد، يعني هذا نعاني منه. أكيد. يعني قتلانا أكثر من قتل الحروب. نعم للأسف للأسف. للأسف الشديد، فإحنا نعاني معاناة كاملة. نعم. فنرجو يعني متابعة من وزير الأشغال العامة. نعم. والتابعين لهذه الطرق. ونعاني أيضا من عدم الصيانة. نعم. يعني هي منظومة كاملة أستاذ محمد. هي يعني هي منظومة كاملة، سواء نعم. كانت من النقل، النقل الأوقاف، النقل. نعم. النقل بعدين يعني عدد الحافلات الموجودة في الأردن لا تكتفي لنقل المعتبرين والحجاج. نعم، كنا نتحدث بهذا الموضوع إحنا والأستاذ كمال أبو ذياب حول هذا الموضوع، وبالتأكيد يعني كنا في نفس السياق وحول عدد الحافلات وحول التحديات اللي بتواجههم. بنشكرك يعني على المداخلة محمد أبو غزالة، وأيضا هلا عنا مداخلة أخرى من فارس الطوش، وهو يعني أيضا من إحدى شركات الحج والعمرة. لا مش حجوة. لا لا لا. أها. صباح الخير أختي. أها في المجمع. أهلا أهلا مراقب. نعم صباح الخير. نعم يا هلا فيك، يا هلا فيك. كل عام وأنت بخير. وأنت بألف خير، يا هلا فيك. أختي العزيزة، أنا متابع لبرنامجك الشيق حقيقة، وهذا البرنامج هو أنا بينمي صفة المواطن في قطاع النقل أو في أي جهة بتخص قطاع النقل في في المملكة يعني. الله يسعدك. يعني هذا من حسن حظنا. تسلم، شكراً لك. إذا سمحت، إحنا حطينا كل اللوم على هيئة تنظيم النقل. مضبوط ولا لا؟ طبعاً. الحقيقة يعني أنا ما مش دفاع عن هيئة تنظيم النقل. نعم. قبل شوية سألت الدكتورة عبد الوشاح والأخ كمال الضيف الكريم تبعك. نعم. إنه كيف تعطوها تصريح. نعم. حقيقة بداية الحافلات المعتمرين والحجاج لا تكفي في المملكة لنقل الحجاج ومعتمرين الأردن. نعم. لكن الحافلة اللي خرجت من عندنا إلى السعودية. نعم. طيب كيف من هنا وصلت إلى مكة؟ ما إحنا هذا اللي كنا نتناقش فيه. ورجعت. نعم. وصار الحادث في منطقة المعمورة في غور الصافي. نعم. ولو ما صار أصلا كان مرقت القصة وراحة الحافلة وكل الحافلة. كفاءة. نعم. وما يعني صار انتباه إنها أصلا هاي غير مؤهلة. أستاذ فارس صحيح. ليش ما نحط اللؤم إحنا على شركات الحج والعمرة إنه يكون بدل سائق واحد سائقين اثنين؟ نعم. ليش ما نحط الحق على إدارة ترخيص السواقين والمركبات إنه ممنوع تطلع الحافلة هذه؟ نعم. إلا تعمل فحص فني. نعم. قبل الخروج. نعم صحيح. ليش ما حطينا حق على وزارة الأشغال العامة إنه الطرق عندنا في المملكة غير نعم. مؤهلة لهذه الأمور. نعم
يعني وحادث المعتمرين يعني لا يقل شأنا أيضا عن باقي الحوادث اللي بتصير سواء في المحافظات أو في عمان أو على الطريق. كل حوادث يعني نعم ونفس الأسباب. سمحتي. نعم. الآن الحافلات خطوط النقل من عمان إلى العقبة. نعم. حافلات جد من عمان إلى العقبة. يعني الحافلة هذه اللي صار فيها الحادث هذا راحت للسعودية 2000 كيلو ورجعت 2000 كيلو. نعم. وصار الحادث عندنا في المعمورة في الكراك يعني. نعم. يعني مستحيل انه يصير عندنا حادث من عمان للعقبه اللي مسافتها 400 كيلو؟ باحتمال وارد كمان. صحيح. مش وارد موجود يعني يومي. صحيح. امر يومي يعني. اذا انا اتمنى على هيئه تنظيم النقل عدم خروج اي مركبه اي مركبه سواء رحلات الحج والعمره او رحلات المدرسيه او الرحلات الجماعيه الا باحضار فحص شهادة فحص فني من إدارة ترخيص التوقيع والمركبات 100%. يعني أستاذ فارس الطوشوة حضرتك مراقب مجمع داخلي في محافظة الكرك، نشكر مداخلتك ويعني جميعنا عم نتفق على نفس النقطة بأنه إحنا بدنا نوصل لحل نحكي شخصنا وفيش نتيجة يعني إن شاء الله يا رب يصير في نتيجة. هاي منظومة كاملة يعني منظومة كاملة يعني أستاذ كمال يعني المواطن الأردني اللي فقد أحد أعزائه بهذا الحادث يعني ما بهمه هسه حاليا إنه مين المسؤول فعليا هو خسر الخساره. صحيح. احنا يعني بدنا نحاول نسلط الضوء على هاي القضيه بحد ذاتها على اساس انها ما تتكرر في المستقبل. صحيح. يعني احنا نوصل لحلول جذريه للإشي لانه يعني احنا زي ما تفضلت الحوادث عم بتصير، كل حادث بتصير بنجمع هالهيئه التفتيشيه بتفتش الحق على الشوفير، الحق على الطريق، الحق على الهيئه وانتهينا. احنا ما بدنا نحط اللوم على شخص، احنا بدنا حلول جذريه عشان ما تتكرر هاي العمليه. نعم. انا بوافق علي. هاي هي انا اعداد يعني الحافلات اذا هيئه النقل مثلا ما يعني ما زودتكم بالحافلات والتصاريح اللازمه ما في داعي نطلع حجاجنا ومعتمرينا بحافلات اقل يعني كفاءه. ليش انا غامر بارواح الناس لاجل ارباح الشخصيه؟ مش هيك بتصفي هيك الموضوع هيك؟ هو انا اشوف موضوع مش قضيه ارباح شخصيه، حجاج ناس بدها تطلع العمره بدها تطلع الحج. انا احطهم برقبتي ما عارف انه هاي انا ما بحط انا ما بستاجر حافله. انا بستاجر حافله بدها تكون مؤهله، انا ما بفحص لانه انا مش مسؤوليتي، هذه مسؤوليتها. بس انا ما بدي المواطن زي ما تفضلت مش مسؤول عن كل هالتشخيص، بده نتيجه. صح. هو مكلوم. أكيد. هو عنده مصاب. الله يرحمه. هو يعني المواطن الأردني لابد إنه كلنا نشتغل. إحنا لحد الآن ما سمعنا وزارة الأشغال شو حكت. نعم. لحد الآن ما في أي تصريح. ما في أي تصريح. بالنتيجة جلالة الملك لما بكلف وزير وبيجي بعاهد وببايع على إنه يخدم المواطن ويخدم بحق، أنا بدي نتيجة. نعم. بالأخير. صحيح. النتيجة اللي عنا. نعم. مش قضية انه نبعد اللوم عن انفسنا. نعم. بدنا يكون القضية آمنة. نعم. انا يعني معقول احنا بالاردن هي احصائية من هيئة تنظيم النقل موديل 2017 اربع حافلات، معقول 2016 25 حافلة. نعم. ارقام هزيلة. أرقام. ما بنحكى فيها. طب يا اخي ماشي، خففوا على شركات النقل، اعطوهم اعفاءات ضريبية. نعم. اطلبوا منهم خلال ثلاث اشهر بدكم تدخلوا لنا 200 حافلة حتى. نعم. نسوي عملية تعزيز. احنا قاعدين نخدم مكرمة عرب 48 في عطاءات لوزارة الأوقاف. ألغيت عطاءات بسبب عدم توفر حافلات. حافلات. نعم. بإحدى العطاءات رجع 5000 معتمر لفلسطين لأنه. نعم. ما في حافلات تنقلهم. نعم. رحنا جبنا 125 حافلة من المملكة العربية السعودية. نعم. من الأولى إنه طب ما هي هاي الحافلات لما بتكثر بصير في تشغيل لمواطنين. نعم. بيصير في الضمان الاجتماعي، بيصير عملية حركة في البلد. إنعاش. إنعاش. يا أخي إذا شركات النقل مش قادرة تجيب باصات، يا أخي أعطونا فرصة، ليش تحتكروا؟ أعطونا لمرة واحدة. يا أخي خذوا قرار جريء، قرار ميداني، زي ما اتخذوا قرار ميداني وقالوا بدنا نوقف الشركة وهي غير مسؤولة. نعم. إحنا بالأخير كشركات حج وعمرة بنقول للمسؤولين، يعني إحنا بكفينا شركات الحج والعمرة المشاكل اللي عندنا. بتحطوا اللوم علينا واحنا مش جهه ذات سبب، لا منعين سائق ولا ولا احنا منرخص حافله. يا اخي اذا حافله غير مرخصه وغير مؤهله كان الناس ما طلعوش فيها وما سافروش فيها. صحيح. صح ولا لا؟ صحيح. ولذلك ندعو الى حل بدها. صحيح.
ثورة في الأنظمة والتعليمات والضرائب، بدنا قضية بدنا نحل، بدناش نرجع نكون في بدنا يجوا المواطنين يقولوا شكرا يا حكومة الأردن وفرتوا لنا حافلات يا عمي. طب ليش أنا أظل أرجع؟ أنا حر، بيجي بيحجز عندي المعتمر بقول لي أنا بدي باص 2016، أنا بقول له ما في. طب الآن في خدمة، في ناس ما بيقدروا يسافروا بالطيران، بدهم يسافروا بحافلات في اي بي 28 راكب. عدد الحافلات اللي موجوده عندنا 35 حافله كاردن. احنا الان في موسم الحج، في ناس حجزنا لهم على حافلات في اي بي مش قادرين نلاقي، صار في نوع من الاحتكار. الحافله اللي كانت ب 6000 صارت ب 10. صحيح طبعا اكيد بده يدفع طبعًا. بسبب النقص، لذلك توفر السلعه تكون موجوده. لذلك انا عبر منبركم نطالب يا بتجيبوا حافلات للأردنيين، يا بتسمحوا لنا إنه إحنا نجيب حافلات. نعم. وإحنا معك كمان بنطالب، لأنه إحنا أولا وأخيرا بهمنا يعني سلامة المواطن الأردني طبعا. يعني هذا الإشي يعني مفروغ منه، يعني توصيات جلالة الملك دائما بخصوص المواطنين معروفة، بس يا ريت يكون في تطبيق بالأرض على أرض الواقع. من بغض النظر مين المسؤول، وأيضا كمان بهم يعني النتيجة. هاي التكاتف هي. الجهات كافة المسؤولة، عم نحكي عن كل القطاعات، مش طيب. بس قطاع النقل، مش بس الأوقاف، مش بس، عم نحكي أيضا عن الأشغال البلديات، عم نحكي عن إنارة الطرق، عم نحكي عن تعبيد الطرق مرة أخرى، مش ترقيعها، تعبيدها إعادتها من أول وجديد، لأنه هي أيضا سبب. يعني أنا من الناس اللي يعني يعني شبه أسبوعي بنزل على طريق الكرك، بكون بدعي يا رب بس أوصل لأهلي سالمة، ما أوصلهم مكفنة، لأنه عم نحكي عن طريق مرعب. صحيح. عم نحكي عن حياة يعني عم يصير في عندك خوف كمواطن أردني من طريق المفروض أنه هو من أبسط حقوقك كمواطن. صحيح. أنك أنت تسلق طريق يليق فيك، يعني سياراتنا أصلا دمرت يعني من وراء الطرق. يعني ختاما أستاذ كمال، إحنا بنشكر وجودك. شكرا. ونتمنى أكيد السلامة لجميع المصابين في حادث المعتمرين، وندعي لأهالي المتوفين في حادث المعتمرين يلهمهم الصبر والسلوان، ويسكنهم أكيد يعني الجنات، ويرحمهم ويسامحهم. ويعني هذا مصابنا جميعا، وإحنا دائما يعني شعورنا مع بعض. فرحتنا بالعيد والله. الله يرحمهم. ويعني هذا مصاب أردني كامل، وهي مسؤولية أيضا وطنية مثل ما يعني صرح فيها معالي وزير قطاع النقل. لهيك بنشكرك أستاذ كمال. شكرا. وجهودكم مشكورة، وإن شاء الله يعني دائما المطالبة إلا يعني ما يوما يعني تستجاب وتتحقق إن شاء الله. بندعي كمان يا رب إن شاء الله نحن في مسيرة متقدمة، وحتى هذا الشأن وهذا الموضوع والمجال يتم تطويره وتحسينه في الأيام الجاي. شكرا لك ويعطيكم ألف عافية. شكرا ويعطيك ألف عافية. شكرا لك. الله يسعدك.